السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم حبيبي متابعين قناه معلومات وفنون باذن الله النهارده هنصور مع بعض حامل الفرش والمعجون وهو كمان ينفع يتعمل مقلمه لاولاد حط فيه اقلمه بس انا عاملاها بصراحه عشان ايه عاملاها على شكل درس علشان خاطر احط فيه الفرش والمعجون يبقى ايه يعني شكله مناسب للحاجه دي بس هو عادي ممكن نستعمله آه نحط فيه مقلمة للأولاد نحط فيه الإلمة والمصاطر والحاجة وممكن يتحط على مكتبة يتحط فيه مثلا الرموت بس هو شكل الدرس ده حاكمه بإيه بالفرش والأسنان فأنا حبيت أعملها بصراحة يعني في أشكال كتيرة إن شاء الله هننفذها مع بعض بس أنا قلت الشكل اللي هو بتاع آه الدرس دوت هيبقى جميل جدا لفرش الأسنان والمعجون آه هنبتدي مع بعض باذن الله فالنهارده احنا هننفذوه مع بعض باذن الله بس قبل ما ابتدي انا عايزه اوضح طبعا ان انا دوت آه جايباه من على من على النت آه قناه فريسكا الاخت ام بدر آه مشكوره طبعا آه هي لقيتها منفذاه على انا شفت صوره قبل كده ودورت على الفيديو بتاعه لقيت الفيديو بتاعه على قناه فريسكا آه ام بدر طبعا انا بحييها المجهودة آه وان شاء الله هننفذوه مع بعض النهارده ان شاء الله بنحتاج هنا آآ خرز سداسي او درس رقم عشرة انا واخده هنا الاوف وايت وانا ما حبيت اشكل شويه قلت اعمل ايه الجنب بتاعه لون تاني فعلى حسب طبعا بتاع الحمام فانا اخترت الـ مع الاوف وايت البامبي برضو ايه مربع رقم عشرة وهناخد معانا هنا خيط ستين او سبعين الموجود معاكي والقصافة دي كل ادواتنا الموجودة آه زي ما تعودنا مع بعض هنسمي بسم الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم ونبتدي باذن الله ونسمي ونقول يا رب ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اعجاب بالفيديو واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويا ريت اللي بيشترك جديد اي حد بيشترك جديد يعمل مشاهده حتى دقيقتين ثلاثه عشان الاشتراك بتاعه يثبت لان احنا لقيت ان اللي بيعمل اشتراك وما بيتفرجش ويعملش مشاهده اليوتيوب بيحذف الاشتراك بتاعه تلقائي انه بيعتبر مش جد فيها معلش اللي يعمل لنا اللي مش شافش الفيديوهات قبل كده او ما اشتركش في القناه بيشترك يا ريت يعمل لنا مشاهده ولو بسيطه حتى دقيقتين تلاته هنبتدي باذن الله انا بص هنا انا عملت وحده هي عباره عن وحدتين على شكل درس انا نفذت واحده منهم وهنفذ الثانيه معاكم باذن الله بالتفاصيل اول حاجه هنبتدي هنبتدي بالصف ده ده كده عبارة عن ايه ست وحدات رباعية غرز رباعية ست غرز رباعية طبعا احنا عملنا الغرز رباعية قبل كده وشرحناها في فيديوهات مخصوصة وعملناها في في الفوانيس في المفارش فالوحدة الرباعية معروفة بس انا هوريها لكم برضو عشان لو في ناس لسه مبتدئة او مش عارفة تشتغل ازاي نكون احنا ايه مستوفين في شرحنا الناس اللي هي الخبرة طبعا والناس الجديدة احنا هنا لضمنا اربع خرزات بالشكل ده وهنصص الخرز مع بعض اهو كده خيط اهو كده نصصنا الخيط مع بعضه وهنعمل العودة بتاعتنا اه بنرجع العودة بتاعتنا لو في حد لسه مش عارف العودة بتعمل ازاي بناخد اخر خرزاية ماشيين بيها ونرجع بحرف الخيط في نفس الخرزاية كده ونشد بالراحة كده لغاية ما يتكون عندنا دايرة باينة كده باجي بطرف الخيط التاني من عند الخرزاية التانية وادخل الخيط كده في العقدة او في الدايرة كده عشان تعمل ايه بصوا كده واحدة واحدة كده هتعمل معانا ايه عقدة العقدة دي نشدها في نص الخرزة كده اهي ما بنتش والنصص الخيط بالظبط هناخد هنا في اي جنب منهم نحط خلاصتين كده والجنب التاني بنحط خرزية واحدة الجنب اللي فيه خرزتين بنرجع فيه نعمل العقدة بتاعتنا وبنيجي هنا نشبك كده ونشد بالراحة من الطرف ده ومن الطرف ده عشان ما يبقى يقلع... معانا اهي كده عملنا ايه عملنا كده غرزتين رباعيه هنكمل مع بعض احنا قلنا هنا دي ست غرز هنعمل خمسه مع بعض وهأقفل السته معاكم ورجعنا هنا عملنا زي ما قلت لكم اهو خمس غرز واحد اتنين تلاته اربعه خمسه السته بنعمل ايه ما بنردمش اتنين هنا وواحده هنا لا في فتله واحده بنردم الثلاث خرزات ونعمل العقده بتاعتنا اهي ونعدي الخيط الثاني منها نشد عشان عايزين نطلع بالخيط بتاعنا الايه في الجنب كده دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجه اسمها غرزه طايره الغرزه الطايره دي بنعملها ازاي بصوا مع بعض بقى واحده واحده كده انا خدت طرف الخيط اليمين هلضم فيه اربع خرزات. بالمنظر ده كده اهو لضمنا اربع خرزات اهي باجي عند الخرز الاولانيه وبدخل الخيط في نفس اتجاه بتاع الخيط مش عكس وشدت اعطاني كده ايه اربع خرزات اهم طايرين هي مش هتلاقيها ممسوكه قوي غلمتهم احنا كده كده معانا الفتله بتاعتنا الثانيه فين اهي كده انا عندي الفتلة واحدة من هنا واحدة من هنا يبقى انا عندي اتنين وعايزة اعمل غرزة رباعية يبقى اعمل ايه يبقى اقلدهم خرزتين اتنين بس اهو كده ونعمل العودة بتاعتنا هتلاقي اللي هي كانت مهوية دي هتشد معاكي اهي كده نعدل كده بس العقدة اهي ظبطت اهي كده هنكمل غرزة رباعية كده للاخر وهوريك الطايرة اللي في الجنب التاني معمولة ازاي عملنا كده اهو غرزة رباعية لغاية الاخر كده اهو كده اصبح معانا سبعة احنا مزودين واحدة هنا ستة هنا وعملنا واحدة زيادة وكملناهم بقوم سبعة هنا اما نزود واحدة كمان هيبقوا تمانية هنا عملنا ايه جينا على الفتلة اللي في الشمال عملنا تلات خرزات وعملنا العودة بتاعتنا كده ونعدي الفتلة من العقدة اصبح عندي غرزة اهي بالمنظر ده كده طايره هنعوز نعمل ايه؟ عايزين نوسع تاني هنعوز نعمل غرزه طايره تاني هنيجي نقلب هنا لو متعرفيش تشتغلي من الشمال مفيش مشكله متعرفيش بتقلب الخي... الخي... الشغل كده وبنلضم. اربع خرزات كده وزي ما قلنا بنرجع في الخرزاية الأولانية في نفس اتجاه الخرز ونشد كده عطيتني الغرزة الطايرة هكمل زي ما وريتكم هنا اهو نعمل كل غرزة رباعية ونعمل برضو هنا واحدة طايرة في الآخر اللي هي بنزود لها تلات خرزات أنا بس عايزة أعملهم وأرجع لكم عشان اطولش في وقت الفيديو خلصنا الصف اهو معاكم يبقى احنا كده عملنا اول صف سته تاني صف تمانية تالت صف عشرة اهو زي ما احنا شايفين كده اهو اول صف تاني صف تالت صف وبعد كده هنعمل ايه هنعمل صفين كمان عشرة يعني هنطلع عدل من غير من إيه؟ ما ايه نعمل توسعة ولا حاجة يعني هنيجي عند اول غرزة هنا ونلضم تلاتة وبعد كده اتنين 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 لغاية الاخر صف عادي خالص اهو ثلاث خرزات كده ونشبك هنا هنطلع عدل كده اهي عدلة كده هنكرر الصف ده قد ايه مرتين يبقى يعني انا عندي هنا صف سته صف تمانيه وثلاث صفوف عشرة هعملهم ونرجع لكم تاني ورجعت لكم تاني بعد ما عملنا هنا الصفين اللي هما الرباعي عشر 10... العشر غرز بس انا جيت عند اخر غرزة هنا حبيت اقفلها معاكم احنا فوق هنعوز نعمل غرزة تنقيس زي ما هنا عملنا على الطاير هنعوز ننزل نخش لجوه بص بنعمل هنا ايه بنيجي بالخيط الشمال بنردم الخرزتين بنعمل عقدة ما بنعمل يعني عقدة ربط يعني مش مش العقدة بتاعتنا بتاعت الشغل بنربط كده بحيث الخيط الفتلتين كلهم بيبقوا في جنب واحد هي غرزة خفيفة خالص واحدة بس كده ربطة واحدة واعدي واحدة منهم في الخرزاية رقم اتنين كده اصبح عندي الخيط جاي منين اهو طالع من الخرزايه زي ما انتم شايفين كده انا عايزه اعمل غرزه تنقيس في بيعملوا ايه بيبقوا عاملين الغرزه دي كده ويقطعوا الخيط ويعدوه من جوه انا مش عايزه اقطع الخيط انا معايا خيط كتير اهو ولو قصيته هيبقى كده تهدير فانا زي ما بعمل ايه بنيجى هنا بدل ما نعمل العقده بتاعتنا بتاعت الغرزه لا انا بعمل رابطه واحده بس مش يبقاش مكلكعه مش بتعملش مشكله وانا بعدي رابطه واحده بيبقى الخيطين طالعين من نقطه واحده اعدي منهم فتله في الخرزايه رقم اتنين اهو كده نقلب الشغل بتاعنا عشان نشتغله يمين بالمنظر ده كده هنعمل الغرزه الرباعيه بتاعتنا الغرزه الرباعيه بتاعتنا اول ما بنبتدي بنبتدي بثلاث خرزات اهي كده شد كده اهي بص هي دخلت ازاي لجوه جوه الدخله دي كده انا هشتغل قد ايه هشتغل تلت غرز رباعية ادي غرزة اشتغلناها وهشتغل اتنين كمان اشتغلناها هنا اهو برضو هنا هي المفروض هنا عندي تلت غرز بس وهقطع واعمل الغرزتين حسب برضو الخيط بتاعك لو الخيط بتاعك قصير بتعملي العقده بتاعتك عادي وبتقومي معديها الخيط جوه الغرز كده وبتقفلي وبنردم خيط جديد وبنشتغل نبتدي من اول غرزه رقم اتنين هنا نشتغل واحد اتنين تلاته وكده احنا بنسيبه غرزتين فاضيين ما بنشتغلهمش في النص انا برضو الخيط بتاعي هنا لسه فيه هعمل ايه بصوا هنا برضو هعمل برضو العقده الخفيفه كده اهي رابطة واحده بحيث الخيطين يطلعوا معايا منين هعدي هنا واحده منهم في الخيط ده كده خلاصتين اللي هم احنا سايبينهم من غير شغل ونشد كده الفتله الثانيه اهي هعدي بقى اهي شديناها كده الفتله الثانيه بنعمل ايه بنعديها من جوه كده بحيث تطلع نمشيها من جوه الشغل كده بحيث تطلع منين ايه؟ من هنا منها نثبت على الشغل ومنها منقطعش نقطعش وما نهدرش ايه ما خيط اهو عديتها انا من تحت من هنا لغايه ما وصلت هنا انا قصدت اطلعها من نفس الايه من نفس المكان باجي اهو الخيط اهو واحد جاي من تحت وواحد جاي من الجنب بلفه مع بعض كده عكس عكس واخش من الخرزية دي عشان تعملي حاجة شبه العقدة اللي احنا ايه بص هنا سحبت ايه سحبت الفتلة التانية و ودخلت جوه الخرزة عملنا حاجة شبه العقدة اللي احنا ايه بنشتغلها اهو الخيطين كده طالعين منين من الخرزية دي لو عديناها كده من الشمال هيطلع الخرزية رقم اربعة عديناها من اليمين نطلع الخرزه رقم سبعة وبنرجع نشتغل تاني شغلنا العادي ناخد تلات خرزات هنشتغلوا تلات ايه تلات غرز رباعية بحيث نيجي في الاخر نلاقيها ايه ناقصة وعملنا كده اهي اشتغلنا تلات غرز كده اهو اشتغلنا عادي العقدة بتاعتنا وهنعدي بقى الخيط بتاعنا من الجنب الشمال ومن اليمين كده جوه الخيط كله بحاول بقدر الامكان نعدي في مسافه كبيره عشان يبقى ماسك نفسه اهي المنظر ده كده اهو انا هعدي الخيط وهرجع اقول لكم نعمله ايه من تحت اهو نضفنا كده الخيط بص منظرها هيبقى عامل ازاي هنيجي بقى نشتغل هنا من تحت احنا قطعنا هنا دي فتله صغيره اهي بتاع 30 سم 40 سم بنيجي هنا ناخد الخرزية دي اللي على الحرف يعني احنا عندنا هنا ست خرزات احنا هنشتغله في اتنين ونسيبوا اتنين ونشتغله في اتنين عشان كده احنا قلنا ايه انا هنا بعمل غرزة رباعية طبعا هو الشغل كله بالغرزة الرباعية واحنا بمجرد ما عرفنا الغرزة الرباعية بتعمل ازاي عشان كده انا بحاول اه اوصل لكم الفكرة وارجع اقطع واصورها تاني بحيث ايه ما يبقاش طول الفيديو على الفاضي الغرزه الرباعيه خلاص معروفه احنا بنشرح بس الايه الحاجه الجديده اهو ادي كده اهو غرزه رباعيه انا هعمل لكم الجنب ده والجنب الثاني انتم بتنفذوه ادي كده اهو خرزايه بجي من خرزه من جنب الخيط الشمال عشان عايزه انزل بالخيط الاتجاه التاني بقول خرزتين من الجنب الشمال كده اهو نزلت تاني اهو كده عديت انا كده ايه اهو خرزتين هشتغل بقى عندي كام خرزايه تحت احنا قلنا كده هنا السته دول بشتغل على اتنين وبسيب اتنين واشتغل على اتنين التانيين في دول انا كده اشتغلت غرزتين بسيب الغرزه على حرف واشتغل بس على الغرزه اللي إيه؟ اللي جوه غرزه رباعيه معايا خرزه برضو ثلاثة برضو هنا ثلاثة كده عشان احنا عايزين نعمل ايه اللي هو الجتر بتاع الدرس اهو بالمنظر ده كده اهو اشتغلنا كده هننظف الخيط بتاعنا ونعمل العودة وهاجي اقلب الشغل كده واجي اشتغل على الحرف هنشتغل هنا غرزة وهنا غرزة وهننزل من هنا نشتغل كمان ايه غرزة نسيبه له على الحرف ونشغل لجوه انا عملت معاكم دي وانتوا هنعملوا التاني انا هعملها وارجع لكم بص كده احنا خلصناها بالمنظر ده كده اهو عطاني شكل الدرس آه انا ما رضيتش اعمل هنا آه اشكال يعني مثلا الاخت ام آه بدر كانت عامله هنا بق وعينين وده بس الكلام ده يبقى جميل لو هي ايه مقلمه لكن انا هحطها في الحمام فمش يعني استعمالي البيت كله مش استعمال طفولي بس فانا حبيت اعملها ساده منظر الدرس ساده من غير اي اشكال تانية بص هنا باجي اعمل ايه أنا عندي هنا الثلاث ادوار اللي هما اللي فوق بعض باجي باخد او ببدا من هنا انا ما باجي اشبك ما مش ده كده انا بشبك من هنا بعمل غرزه رباعيه للداخل باللون بقى التاني انا اخترت هنا لون البامبي آه انتم ممكن تختاروا بقى اللون اللي يعجبكم واللي يناسب معاكم بعمل الغرزه الرباعيه العقده بتاعتنا عادي خالص ما مشكله هنشرحها مع بعض الخيوط كده للداخل بالمنظر ده هنشتغل هنا اهو على كل غرزة تقابلنا سواء ماشية كده عدلة او بالعرض دي هنخش بالعرض بالطول كده هنيجي هنا بالعرض هنلاقيها الغرزة الغرزة على الحرف هنمشي كده انا اشتغلت هنا اهو بالمنظر ده كده كنت عاملاها في الجنب التاني ومجهزاها اهي كده تيجي بغرزة بالعرض تلاقي نفسها داخلة كده جوه بصي هنا عاملة ازاي انا بعمل دي دورين في ناس بتحب تعملها يعني اشبك هنا صف وهنا صف كده وبعدين اقوم مشبكه في النص فانا اسهل لي ان انا اعمل دي دورين وبعدين اشبك الوحدتين مع بعض انا هشبكهم مع بعض وهنا عايزه كنت عايزه اقول لكم على حاجه لو حد حب يبدا من فوق ممكن يعمل هنا عشر صفوف رباعيه يكررها ثلاث مرات وبعدين لو حد مش عارف يعمل الطايرة ينزل غرزة من هنا ومن هنا يعملهم تمانية وينزل غرزة من هنا ومن هنا يعملهم ستة وبعدين يعمل دول ويعمل دي يعني انت ممكن تبدأيها من فوق ماشي او من تحت ماشي دي حرية شخصية انا هعمل الصفين دول وهرجع لكم رجعنا لكم بعد ما عملنا الدورين دول اهم المنظر ده كده ادي الصف في التاني احنا عايزين بقى ايه كده عايزين نشبك الوحدة التانية احنا عملنا من دي وحدتين وحدة عملنا فيها دورين والوحدة التانية عايزين نحط... نعملها شبكة كده طبعا احنا من كتر الفيديوهات اللي عملناها في التشبيك للفوانيس والمفارش والحاجة بقينا اساتذة بس برضو هن ايه هنوضحها للناس اللي هما لسه مبتدئين انا طالع من عندي هنا الخيط اهو من خرز من الخرزة دي هحط في الفتله اللي فوق خرزايا واعديها من الخرزايا دي كده بالمنظر ده كده واشبك في اي خيط منهم خرزايا كده واعمل العوده بتاعتى ونشد الخيط الفتله الثانيه ونشد كده اهي عملت ايه هنعدي الخيط مره من الجنب ده الجنب اللي هو الاوف وايت والجنب الثاني اللي هو البمبي كده هنضم خرزايه نعمل العوضه بتاعتنا كده ونعدي في الفتله الثانيه ونشد اهو كده اهي نريح طبعا خلاص كده اهي بالمنظر ده هكمل التشبيك دوت للاخر واوريكم شكلها عامل ازاي خلصنا التشبيك اهو كده مع بعض اهو عطني اهو بالمنظر ده كده اهو كده وهنا جوه شبكناها كده كلها مع بعضيها طبعا احنا بنسيبه هنا اهو الحته اللي هي اللي فوق دي دي ما بنشتغلش فيها على غرزه واقفه ولا بنشتغل فيها تشبيك اهو سايباني كده اضغطها الكاميرا كده عليها اهي بالمنظر ده كده اجي اهو على شكل درس بنحط فيه هنا الفرشة سويني أضبط الكاميرا عليها شوية عشان تبان اهي كده اهي نحط فيها الفرشة الاسنان والمعجون عشان كده شكل اللي هو الدرس بيبقى مناسب للحمام ولو اتحطت على مكتب مش هتقول لا طبعا بس احنا ايه اه كده احنا خلصناها وعايزين نشوف بس وزنها كام هي خفيفة جدا مية تسعة وستين جرام يعني مية وسبعين جرام يعني كام مش كاملة اتنين جرام خفيفة جدا طبعا مش مكلفة شكلها شيك جدا وعملي وطبعا انا اسفه ان طولت معاكم الفيديو بس انا حاولت بقدر الامكان ان انا ما اعملش جزئين يعني قلت اخليها جزء واحد للفيديو دوت مع ان يعني مش هعرف انزله بسهوله بس ولا يهمكم سوان طيبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته